المطعم اللي نحن رايحين نتناول فيه الطعام، المكان مغلق أو مفتوح، الناس الأشخاص اللي نحن رايحين نتناول معهم الطعام. بالنسبة للمطاعم بشكل عام فهي تعتبر من متوسط إلى مرتفع نسبة انتشار الفيروس فيها. على شو يعتمد هذا؟ يعتمد أول إشي نحن بدنا نحاول لما نطلع على مطعم، هلا بما إنه المطاعم فتحت نحاول إنه نروح مع الأشخاص اللي هم ضمن عائلتنا، ما نتوسع ونروح مع أصدقاء وناس كتير ونزيد نسبة العدوى. هذا أولاً. ثانياً المطاعم بشكل عام ممكن تبلش تاخذ إجراءات اللي هي ما في خدمة ذاتية، زي اللي بيقوم مثلاً بيعبي درينك، بيقوم بتناول مثلاً المعالق الشوك تبعته، هاي يجب التقليل منها. فأي مطاعم نشوف أنت ماخذة هاي الإجراءات فهي ماخذة إجراءات أسلم. بشكل عام نحن بدنا نحاول إنه الحمام اللي بالمطعم، إذا بدنا نستخدم مثلاً أي حمام بالمطعم، بدنا نحاول دائماً أدواتنا المعقمة دائماً معانا. بالنسبة للطعام نفسه طبعا هذا يعتمد على المطعم وشو الإجراءات السلامة اللي هو متخذها. العاملين هناك لابسين كمامات، متخذين إجراءات، وأنا بتصور يعني مع الإجراءات المتخذة هلأ إنه المطاعم معظمها المفروض يكونوا ماخذين هاي الأشياء بعين الاعتبار.